أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع المعدل السنوي للتضخم خلال نوفمبر ليصل إلى 36.4% مقابل 38.5% في أكتوبر 2023. وأرجع الجهاز أسباب التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.5% ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.5% والخضروات بنسبة 4.7%. أغلقت سوق الأسهم السعودية على ارتفاع استجابة لارتفاع أسعار النفط، لكن المؤشر القطري خالف الاتجاه وأنهى التعاملات على انخفاض. وأصعد المؤشر السعودي بنسبة 0.6% فيما تراجع المؤشر القطري بنسبة 0.7%. كانت أسعار النفط وهو محفز لأسواق المال في منطقة الخليج ارتفعت أكثر من 2% الجمعة الماضية بعدما دعمت بيانات أمريكية توقعات نمو الطلب. ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية أن إسرائيل سجلت عجزاً في الميزانية قدره 16.6 مليار شيكل، أي ما يوازي 4.5 مليار دولار في نوفمبر، مشيرة إلى أن هذه القفزة في التكاليف سببها تمويل الحرب المستمرة منذ شهرين ضد حركة حماس في غزة. وأضافت الوزارة أنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع العجز خلال 12 شهراً السابقة إلى 3.4% في نوفمبر من 2.6% في أكتوبر. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لمنح الدول الأعضاء السلطة لتعليق واردات الغاز من روسيا وبيلاروسيا، وعلى الرغم أن أعضاء الاتحاد الأوروبي خفضوا تدريجيا اعتمادهم على مصادر الطاقة الروسية بعد بدء حربها مع أوكرانيا قبل نحو عامين، إلى أن دول التكتل الموحد لا تزال تحصل على عشر إمداداتها من الغاز، بما في ذلك شحنات الغاز الطبيعي المسال من موسكو. وفي الربع الثالث من العام الجاري شحنت روسيا حوالي 12% من إجمالي واردات الغاز بالاتحاد الأوروبي.